الناحية اليسرى مع هازارد، كرة ممتازة رويس خطيرة ثنائية. أوه هنالك أنسو فاتي حول مر، أنسو فاتي وجيريرو فاتي يلعب في العمق والتغطية. البرتغالي ذو النزعة الهجومية يبحث من هنالك عن هازارد والتغطية الدفاعية تسترجع من هنالك من فاتي. الآن فاتي التألق كرة ممتازة بينية خطيرة سانشو والتغطية من سيميدو والكسر والتغطية من غريزمان خلى الكرة راحت مباشرة المرور. فاتي يلعبها بسرعة ناحية غريزمان ممتازة من غريزمان. لويس سواريز يراوغ يلعب على الجهة اليسرى جيريرو استلمها والتوزيعة خطيرة وتغطية دفاعية من غريزمان يرجع غريزمان من أمام حكيمي خطيرة يا الكسره سيميدو فاتي استلمها بيني خطيره غريزمان لا لا اول كورنيا لعناصر فريق البارسا بالراس لا 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 رائعه هذه الكره كاديه الجول سفر حيوية كبيرة في وسط الميدان في أرضية الميدان. هيل الكرة في اتجاه بوسكيتس والحكم يقول خطأ. تدخل قوي من هنالك من ديليني والبطاقة الصفراء. آرثور ينتظر خروج بوسكيتس. اي ضيعتها والانطلاقة في اتجاه غريزمان با 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 رائع التوزيع ورائع يوم عند الكرة الآن يوصل على غريزمان سواريز كرة سواريز بهجوم بوروسيا دورتموند. باكو الكاسر التغطية الدفاعية من فيتسال حتى فيتسال هناك من يسميه فيتسال وهناك من ينطق فيتسال في هذه الركنية لصالح عناصر برشلونة. ركنيته في القائمة الأول التغطية الدفاعية توصل لأشرف يمر أشرف ممتازة كرة رائعة وترجع لأشرف والدخول والدفاع الجهة اليمنى بينية من هنالك مع رجعت له فاتي تمتع بميسي وبغريزمان وبلويس سواريز باللعب الهجومي وبأهداف البارسا. يجب أن يستمتعوا أيضا بثقافة البارسا في العودة وفي التكتل في استرجاع الكرة بالسرعة الكبيرة. سانشو التواغل سانشو خطيرة رائعة با رائعة يا سلام عليك يا سانشو يا سلام أول أخطر فرصة لدورتموند رجعت له سانشو دخل على الجهة اليسرى سانشو سيميدو فاتي وفي خطأ يقول حكم المباراة ارتكبه من هنالك سيميدو من أمام سانشو. الكل يضغط على الحكم الروماني من أجل إخراج البطاقة الصفراء في وجه سيميدو. القائم الأول موجود فيه لويس سواريز يستعد لتنفيذها ماركو رويس صعبة وخطيرة ماتسوملز هو اللي ضربها بالرأس. هاتي الكرة راح تعدي وصلت لسواريز يلعب لجوردي ألبا هاي كرة جول جوردي ألبا خطيرة من أشرف حكيمي أوبا رائعة حكيمي يدخل المراوغة الرائعة عن لونغلي وتوصل لمن لأرثور رائعة الكرة الدوري الألماني والنوادي الألمانية لوسيان فافر المدرب السويسري الكرة من أرثور يا بوركي تأخرت لا كرة فاتي تأخرت يا بوركي في الخروج سلامات يا الكسر في هذه الكرة تسلل أملا هيدا في القائمة الثانية بعيدة كثير والتغطية الدفاعية ما زالت الخطورة رايس بابا خطيرة سانشو رويس كاد يتحول إلى سيارة رويس وترك مكانه لسيرجي روبرتو في هذه اللحظات في مباراة رقم 43 ثالث فوق وأرثور والتغطية الدفاعية تروح سهلة لرومان بيركي الحارس السويسري قبل سفر سيد الموقف الاستحواذ طبعا برشلونة أكثر ب 61% الكرة أم سينتظر شوية إرنستو فالفيردي هاي الكرة من هنالك غريزمان وهوملز في التغطية يخرجها مباشرة في التماس للدوري أبطال أوروبا أرثور في تنفيذ هذه المخالفة رائعة وبيكي لم يقدر لا ما زال في صراع خطيرة سواريز أرثور أول
ام بعيدة هنالك في القائمة الثانية، داخلة ام خارجة في القائمة الاول، خطيرة وملس في قوتو في الدوري وهور سواريز ملس يلعب في الوسط والانطلاقة من توماس ديلايلي يتحصل على خطأ خطير والبطال رويس يستعد لتنفيذ هذه المخالفة، هل سيضحى في الجول ماركو رويس؟ يستعد الحكم يقرر الكاسر رولولا هازارد تورغن هازارد خطيرة لصالح عناصر دورتموند جيريرو بعيدة مباشرة بعيدة يا جيريرو ضاعت وضعي التسلل راح سانشو دخل سانشو ضرب الجزاء سانشو أسيميدو وضرب الجزاء لبوروسيا دورتموند عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة والبطاقة الصفراء لسيميدو من يرتمي ليصد أم تدخل رويس يستعد رويس صدها تير ستيغن ينقذ برشلونة من كرة جول رويس ضيعها الألماني دون باركو سواريز يا سيد الحكم لم يقل شيئا لأول مرة سواريز يتفوق على هوملز ماضي ب 12 هدفا سجل على 32 هدفا على 38 نادي مختلف في دوري الأبطال سجل 16 هدفا على الفرق الألمانية هل سيضاف دورتموند إلى قائمة القائمة الثانية وسواريز وخروج موفق من الحارس الصغير سانشو يتوغل سانشو مازال سانشو يبحث عن الكسر فيس تسترجع الكرة والانطلاقة من غريزمان بين يا سواريز التغطية دي فانشو اختفى وانطلق سانشو خطيرة الكرة رويس والركنية صعبة وخطيرة مرة ثانية في غفلة من دفاع ديليني التوزيع يرجع مرة ثانية حاولت المرور من سانشو بيني كرة خطيرة مازال سانشو اولالا وتير ستيغن يتفوق انا من امام ديليني حكم المباراة يقول خطأ للالماني الاخر مارك اندري تير ستيغن الثاني اشرف حكيمي كرة ممتازة وهازارد الكسر هازارد والكثير من سانشو ممتازة لأشرف كرة خطيرة حكيمي أرضية بابا يا رويس مرة ثانية مبرون تصدير